نشر الفنان المشهور ماجد المصري على حسابه على انستجرام صورة لبنته داليدا وهي مصابة ورجليها مكسورة ومعمولة بالجبس، وكتب عليها وقال: الحمد لله على كل حال، يا رب كنت أنا وانتي لأ يا روح قلبي، ربنا يشفيكي يا داليدا. وبدأ يتلقى التعليقات من أصحابه ومتابعينه من الوسط الفني أو غيره، بيتمنوا لبنته الشفاء العاجل وبيقولوا لها ألف سلامة. الفنان ماجد المصري بدأ تصوير المشاهد الأولى من مسلسله الجديد الوجه الآخر في القرية الذكية، واللي بيدور حول قضية الصراع على الفلوس بطرق غير مشروعة. وفي بداية التصوير نشر على إنستجرام صورة لورق السيناريو بتاع المسلسل وعلق عليها وقال: بسم الله توكلنا على الله الوجه الآخر. وللذكر من الفنانين المشهورين اللي بيشاركوا ماجد المصري في مسلسل الوجه الآخر هم الفنان أشرف زكي ومنى عرفة وميرنا نور الدين وأحمد خليل، والمسلسل ببطولة الفنان محمد دياب. وما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.